مصنعنا اليوم في خيمة في مخيم، وهذا المخيم بيحوى مئات النازحين، يعني طبعا انت عارفة، ومسجل احنا عدد كبير من النازحين. وهذا المشروع احنا ماخذينه على عاتقنا كف. طبعا احنا في سابقا كان عندنا مصانع يعني والات، يعني مكان كله مكان كهرباء ومكان اوتوماتيك بيشتغل هذا الشغل. اليوم احنا بنحوى اكبر عدد من العمال لانه ما فيش عندنا كهرباء ولا عندنا مكان، كله هذا طبعا مكان يدوي. احنا صممناه واحنا عملناه على اساس نقدر نشتغل ونشغل اكبر عدد من النازحين. طبعا هذا مش اول مخيم احنا نعمله، هذا خامس مخيم احنا نعمله في ظل الظروف هذه، ظل ظروف الحرب، لانه نقلنا من انصراف لرفح لخانونس من تل الهوى، يعني كذا مكان احنا اشتغلنا فيه في الظروف هذه الصعبه، وربنا مقوينا ومقدرنا على هذا الوضع انه نستمر فيه، لانه احنا نيتنا وهدفنا نحو عدد كبير من النازحين، الكل يستفيد والكل يسترزق من هذا المشروع، وان شاء الله ربنا بيعطينا الصحه والقدره والقوه انه نقدر نخدم. هذه معاقات كثير، اول حاجه كهرباء اعاقه كبيره، ان الميه هان بنجيبها احنا بتاع الميه بنجيب لنا اياها بفلوس، عندنا كهرباء، الميه، قلة الإمكانيات، يعني فيش إمكانيات بالمرة، مكان إحنا بنصممه إحنا بنعمله في إيدينا، وطبعا زي ما أنت شايفة طبعا كل الشغل يدوي تقريبا، ما فيش أي مكان كهربائي ولا أي مكان أوتوماتيك اللي نقدر إحنا نشتغل، فإحنا بنعتمد على الأيدي العاملة، وإحنا يعني مركزين إنه نشغل أكبر عدد ممكن من الناس النازحة، يعني لأنه هذا المخيم بحوى تقريبا 200 أسرة، هذول 200 أسرة بدهم يتعايشوا، متعايشين من هذا المشروع ومن هذا الشغل، وربنا اللي بعيننا على الإشي. انا عبود ماكينه.